كل الشعوب في الأرض تؤمن بأن آباءنا وأجدادنا كانوا أقوى منا وأكثر منا، ويتحدثون عن آثار موجودة، عن صخرة ضخمة كل منهم يقول جد قديم، قد يسميها العوام عندنا هنا في جزيرة العرب أبو زيد الهلالي أو أي واحد، هذا هذه صخرته أو حذفته أو هذه يده أو هذا كذا أو هذا هذا بيته إذا كان يعني كهفا هائلا ضخما، وهكذا كل أمة لها شيء من هذا، فيدرجه بعضهم تحت اسم الفولكلورات الشعبية، بمعنى أنه قد لا ينفيها بالمرة ولا يثبتها بالمرة، لكن يتندرج ضمن ما تؤمن به الشعوب. وهم يقولون أن الأساطير لا يعني أنه ليس لها أصل، وإنما تدل على أن يعني ليست أيضا لها الصفة العلمية المطلقة، فلتحلل، يعني هم يجمعون لتحلل لدرسها غيرهم أو ليؤمن بها من شاء ويكفر من شاء، لا يهمهم هذا. فعلى أي حال يعني هناك أيضا حقائق ملموسة مشاهدة بغض النظر عما يضيفه العوام وغيرهم، هناك فعلا أشياء ثابتة، يعني آثار عظيمة في الأرض موجودة وحية، هناك قبور يعني في أماكن كثيرة من العالم ضخمة وكبيرة تختلف عن غيرها، هناك آثار عظام أو بالأحرى هياكل بشرية بعضها شبه سليم أو بعض عظامه واضح أنها هيكل بشري في ضخامة يعني تتعجب الباحث والمطلع عليها، وهذه ثابتة. فلو مثلا نظرنا إلى يعني آخر أو من آخر ما توصل إليه الغرب بعد أن هدأت المعارك نسبيا في هذا القرن، والبحث الذي يعني يدأ إليه الباحثون بالبحث عن هذه المقابر بغض النظر هل هم مؤمنون بنظرية التطور وغير مؤمنين، نجد أن ذلك أنتج أشياء عجيبة. يعني مثلا هناك ما يسمى القبور العملاقة، طول بعضها 50 يعني يبلغ 50 مترا مثلا، بعضهم وجدوا بعض الجثث التي وجدت من العمالقة تزيد على 20 مثلا 100 قدم، يعني شامبليون تتخيلها أنها 100 قدم يعني 33 متر تقريبا أو أكثر. مثلا بعض الناس يتخيل يعني 20 قدم، بعضهم ذكر 16 قدم، إلى أن قد لا نصدق، لكن بعضهم ادعى أنه قابل قبيلة من العمالقة في محيط النهر الكونغو أن طولهم 18 مترا. لكن في أشياء ثابتة بالفعل ومصورة ومؤكدة، وهي أنه بالفعل هناك قبور عملاقة كبيرة، حتى لو كان بعضها طوله 9 أمتار كما يقولون أن قبور الأنبياء أو ما أشبه ذلك، فهي أيضا قبور كبيرة، والعظام التي فيها تدل على يعني ضخامة في الخلقة. وهناك أيضا يعني آثار عظيمة لا يمكن أن تنسب بنايتها إلا إلى أناس من النوع الذي فعلا يكون الذي يتمتع بقدرة بشرية خارقة، لأننا يعني نكاد نجزم أنه لم يكن لديهم وسائل الرفع والنقل والحمل أو الوسائل الهندسية والتقنية التي تجعلهم يبنون هذه المآثر العظيمة إلا بهذا الافتراض، يعني قوة بشرية يعني ضخمة. فيعني عندما انظر الى ما هو ثابت، يعني على سبيل المثال في الولايات المتحده الامريكيه الهواه من جهه والمحترفون من جهه، اصبحت يعني مهنه البحث عن العمالقه او يعني قضيه البحث عن العمالقه وعن قبورهم يعني امرا رائجا علميا، وهو يعني هواة عند الهواه، فلا تكاد يعني توجد ولايه او الولايات المهمه في امريكا الا واكتشف فيها بالفعل، وضع في متحفها بالفعل العظام أو الدفائن التي وجدت والتي تدل على ضخامة هذا النوع البشري الذي وجد فيها. فهناك مثلا يعني عمالقة مثلا بنسلفانيا، عمالقة مثلا كولورادو، عمالقة كذا، عمالقة ألاسكا أيضا، كل منطقة لها عمالقتها الذين وجدوا بالفعل، مع أنه يعني تقريبا عندهم شبه مؤكد أن الإنسان لم يعبر إلى أمريكا إلا من بعد الانحسار العصر الجليدي، يعني قرابة 10,000 بالكثير 12,000 سنة بالكثير. يعني ففي هذا في هذه المرحلة أو في هذا الزمن التاريخي يمكن أن يكون يعني الأعمار هؤلاء البشر أو أحجام هؤلاء البشر يعني بهذا الشكل، وربما تكون هناك ما أقدم من ذلك. لكن في أوروبا مثلا طبعا أقدم بكثير، القبور الأكثر يعني طولا وعرضا أو العظام الأكثر في لا تزال في أوروبا، وأكثر من ذلك ما وجد في وسط آسيا. وبالمناسبة يعني العالم كله وأكثر الناس يتوقعون أن جزيرة العرب هي الأكثر احتمالا، لأنها مهد الإنسان الأول عند أكثر العلماء، ولأنها ثابت أنها موطن قوم عاد. ومن هنا يعني البعثات الأثرية الحقيقة أنها قليلة والحمد لله على ذلك، يعني أنها يمكن أن تشوه كل شيء، لكن يعني ليست جزيرة العرب مسرحا لأي بعثة من البعثات، وخاصة في الفترة السابقة. لكن يعني عموما هناك احتمال كبير بوجود هذا،
مما روج الأكاذيب والأساطير منها ما ظهر قبل فترة من فترات على مواقع في الانترنت أن شركة أرامكو عثرت على جثة عملاق وبعد ذلك تبين أن هذا أكذوبة. ويعني كان مكتب وزارة العلاقات في شركة أرامكو على اتصال دائم بمراسلة كل الناس في الانترنت وغيره لتبين أنه لا حقيقة لهذا الأمر. فلنعد إلى تاريخنا الإسلامي وإلى يعني ما ذكره علماؤنا، حيث لا إشكال بين الدين وبين العلم ولا بين العقل والتجربة ولا شيء من ذلك، إنما هي يعني حقائق تؤخذ ببساطة في غاية البساطة في غاية الوضوح. يعني أولا ما الذي يجعل هذه الحقائق بسيطة؟ يعني أنه القول أو الاعتقاد بأن هناك منهم أشد منا قوة وأشد منا بطشا وأعظم أجساما وأطول أعمارا، هذا ليس فقط معتقدا يعني عربيا أو تقريدا عربيا توارثوه وثبت لديهم، جاء القرآن الكريم فأكده في مواضع كثيرة، وأصبح مما يقرأه الصغير والكبير أن بالفعل أن الذين قبلنا كانوا أشد منا قوة وأشد منا بطشا، أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، يعني على الأقل من نزلت في أيامهم هذه الآيات، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم، عام ما آتيناهم، والمعشار يقول علماء عشر العشر، وما ذكر الله تبارك وتعالى عن قوم نوح وبالذات عن قوم عاد، كل هذا يعني يعطي المسلمين يعني قناعة بأن القرآن يدل على ذلك، فلا يحتاج إلى جدال ولا يحتاج إلى يعني استشهاد بآثار أو بغير آثار. يأتي الحديث أيضا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، يبين الحديث أن طول آدم عليه السلام كان 60 ذراعا، حديث صحيح لا شك في ذلك. ثم تأتي أيضا الحديث والآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن الوقائع التاريخية أيضا لتؤكد أنه بالفعل أنه لا شك أن هؤلاء وبالذات قوم عاد، لأن الله سبحانه وتعالى قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. يعني قوم عاد بالذات أنه كما قال أيضا في الآية الأخرى إرم ذات العماد ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فهو زادهم بسطة ولم يخلق مثلهم في البلاد، فهناك يعني ميزة واختصاص لقوم عاد في هذه القوة وفي هذه الضخامة، حتى إنه لما أهلكهم الله تبارك وتعالى فشبههم كأنهم أعجاز نخل خاوية. فالنخل طبعا معروف ضخامته وطوله، فهذا دل على ضخامة أجسادهم أيضا. إذن يعني نستطيع أن نقول أنه يعني من خلال ما هو ثابت يعني دينا ووراثة في التاريخ وتواترا في التاريخ وأيضا وقائع سنذكر لكم بعضها الآن إن شاء الله تعالى، أنه لم يكن هناك أي إشكالية عند الناس في أن قوم من قبلنا كانوا أكبر منا وأعظم منا ولا سيما قوم عاد. تبقى قضية الآثار، يعني ثبت أن عاد بنت الأهرام أو بنت في اليمن أو بنت في تدمر، يعني لا إشكال فيها، هذه قضايا بحثية يبحثها أي إنسان، يبحثها العلم يبحثها التاريخ، ربما البشرية حتى الآن لم تصل في البحث هذا إلا إلى مستوى بسيط جدا، لكن ليست هذه مشكلة. المهم أنه فيما يتعلق بنظرية التطور فلا شك أنها يعني إذا ثبتت هذه يعني بهذا الشكل، عندما يثبت وجود هذه الأمم بهذا الشكل أن هذا يبطل نظرية التطور بنوعها أو بشقها العضوي والفكري. أما العضوي فيبطل لأنه لم يوجد حتى الآن لم يثبت وجود أي حلقة من الحلقات المفقودة أو الموصلة ما بين جنس وجنس، يعني ما بين النباتات والأحياء، ثم بين مثلا رتبة الأسماك والبرمائيات، ثم البرمائيات والثدييات أو الطيور، الأسماك والطيور ثم الطيور إلى الثدييات، ما في شيء يثبت. يعني الموجود إما هذه الأجناس مستقلة منفردة كما نشاهدها اليوم، وإن وجد فهو شيء ضئيل جدا، هو ما يكون تشويه خلقي، ما يكون تشويها، يعني والتشويه لا يعتبر حلقة. هم أرادوا يعني الدارونية أرادت أن تحشر أو تحاول البحث عن أي خلق مشوه لتجعله حلقة وسط، وافتروا بسبيل ذلك ما أشرنا إليه في الحلقات الماضية، أنه يعني اصطنع بعضهم يعني جماجم معينة وأفكاك معينة، وقد ثبت الآن بعد 50 سنة وأكثر أنها كانت مفتعلة. إذن يعني لا، عندما يثبت وجود هؤلاء العمالقة الضخام فهو يؤكد تأكيدا قطعيا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما ألمح وأشير إليه أيضا في التوراة من قبل، أن هذه الأمم السابقة أعظم منا وأنهم خلق
مستقل خلقه الله تبارك وتعالى وأبعد ما يكون عن الحيوان. كذلك من ناحية التطور الفكري يصبح أن هؤلاء الذين بنوا هذه الأبنية وشادوها وكتبوا عليها ودونوا عليها وبعضها لا يزال محفورا ومعروفا وبعضها لم يعرف بعد، هم كانوا بالفعل على دين وعلى معرفة بالله سبحانه وتعالى وعلى إيمان باليوم الآخر، وإن كان بعضهم يغلب عليه الشرك، ولكن يمكن تكون هناك يعني فرضية نطرحها ونعتقد صحتها، وهو أن بعض العبارات الشركية وبعض المخالفات هي تأويل أو إضافات على النصوص الأصلية التي كانت للبعض. لا نقول إن كل ما كتب من نقوش هو كتبها موحدون، لكن نقول الموحدون كتبوا ويأتي من بعضهم فيضيف أو يعدل. وهذه الكعبة بيت الله الحرام بناها إبراهيم عليه السلام يعني على التوحيد، ومع ذلك نجد أن العرب ملأوها وضعوا فيها الأصنام، فلو جاء من يبحث في الآثار وقال هذه الأصنام وضعها إبراهيم لكان كاذباً.